دخيل هالوش ما احلاه وسيلة اخ لو بتحسي فيني. اخ انت لو بتحس فيني يا ابو دحا. لك انا حاسس فيكي مشان هيك داير بالي عليكي، وبعرف انه العين عليكي قوية. اش كان بتحبني يا ابو دحا؟ متجوزني بالحلال. انا مستعد اتجوزك. مين قالك انه ما بدي اتجوزك؟ بس في عندي شرط صغير. انا شرطي بدياك تشتري لي هذا البيت وتسجله باسمي. شو بك رصيت؟ يعني انت بتستاهلي. لك تقبر قلبي. خلص اليوم المساء بيجي لعندك انا والشيخ وكاتب العدل، نكتب كتابنا وبكتب لك هالبيت باسمك. يا ربي ما يحرمني منك يا تاج راسي انت يا ابو دحا. فوتي ستري، فوتي لجوا. يلا امرك ابن عمي. يلا ولك دخيل هالمخ اللي بيفهم علي انا. شلون عجبتك يا وضاح؟ لك شو عجبتيني؟ لك عجبتيني وما حدا بيعجبني غيرك. شو بدنا نعمل هلا؟ هلا بس صير حجة البيت باسمك وتتجوزي لأبو دحام بدنا نشلحه كل مصاري. نحن لازم نغنى ونقبر الفقر قبر. لك انا على شو انا زبطته لهاد تاجر الغنى؟ شو بدي فيه انا غير لانه معه مصاري مشان نهج من هون ونرتاح من العيشه اللي عايشينها؟ ولك يقبرني اللي بيفهم انا. تعي اشتقتلك. لك طول بالك شباب. لك ما عاد فيني، بدي اشبع منك قبل ما تتجوزي هالختيار المكحكح. لا تخاف حبيبي انا ما بقطعك. ولك يقبرني اللي بيفهم. تعي اسكتي اسكتي، هلا بيسمعك ابوكي. ايه يا مو، ويسمعني شو يعني؟ كمان نحن بشر يا مو، نحن بشر. ابي غني وتاجر غنم كبير، ليش هيك معيشنا بالحرمان وبالقله يا مو؟ والله رح طق. اسكتي هلا اسكتي، طولي بالك. ليش حسه طالع وليه؟ يسعد صباحك تقبرني. يلا تعكل الفطور جاهز. شوفي ليش حسك طالع؟ ما في شي يا بي. شلون ما في شي؟ سامع صوتك لمرة مرة يا بي. طيب والله ما القلبنا من الزعتر والبرغل كل يوم كل يوم يا بي. نحن مو فقرنا تعيشنا هيك عيشة، ليش حارمنا اللقمة الطيبة؟ ليش؟ لك شو عم تحكي وليه؟ لك حتى على نعمة الله عم تتكبري؟ طول بالك ابن عمي مشان الله لا تعصب. لك فريال، شو هذا اللي عم يسمعه؟ سامحني يا بي. روحي من وشي. بهالبيت ما حدا بيقرر إلا أنا. إذا ما عجبك الباب بفوت جمال. نقلي عمل خلقتي ساعتها، لا بقى تورجيني وشك لا تقلي جوزني. فهمت ولا لا؟ السلام عليكم يا أبو دحا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسيلة، لك شو جابك لهون؟ ما قلت لك لا تجي على البواكي لعندي لهون. يو كأنك ما انبسطت بجيتي يا أبو دحام. لا أعوذ بالله، معقولة ما انبسط بشوفتك انتي؟ لك أنا لما أشوفك قلبي بيفرفح من جوا. من حق عم تفكر فيني يا أبو دحام؟ عم فكر فيكي وبس. ولك انتي ما عم تروحي من بالي، ليل نهار عم فكر فيكي. لك حتى بالمنام عم شوفك. طيب انا جاية وقلي طلب عندك. ولك امريني، ولك احلامك اوامر. تقبرني حبيبي، في عندي ابن عم هيك مسكين ما في شي يشتغله، قلت لحالي بركي انت بتلاقي له شي شغل. تقبر قلبي والله بتكسب فيه اجر. ايه انت ما قلتي لي انه عندك ابن عم؟ ايه يا ابو دحام، بس هاد هيك مسكين الله يعينه، يعني قلت لحالي بركي بتلاقي له شي شغل عندك. كرمال عين تكرم مرجع عيون. وينه هلا؟ ليكو برا يا وداح. تعال يا وداح. السلام عليكم معلم، كيفك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعدين يا ابو وضاح، هذا رح يكون وكيلي وقت تطلب ايدي. ايه انا وكيلك. مش كان هيك كرمال
تعال هين تكرم مرجع عيون. الله 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 خلينا يا هاد ايدك لك. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. يلا روح هلا روح. ايه حاضر، سلام عليكم. على السلامة. خلاص يعتبر حاله شغيل عندي من هاللحظة، لأنه بصراحة اشتقت لك كتير كتير. اصبر يا أبو دحا، مو وقتها، طول بالك شوي. الشوق دبحني دبحني من الوريد للوريد. سلامتك من الآه يا أبو دحا. اليوم عرسي. شو عم تقول ابن عمي؟ عم بقلك اليوم عرسي، بدي اتجوز. بدك تتجوز علي بعد كل هالعمر؟ ليش لا؟ لانه عيب لانه حرام. الشرع محلل لي أربعة، وأنا لساتني رح اتجوز الثانية. خليني ظبط حالي ورجع شبابي. ليش أنا بشو مقصرة معك يا أبو دحام؟ يقطع عمرك بين النسوان. بك روح، الله لا يسامحك إلهي. يا مو يا مو، مشان الله لا تضايقي حالك يا مو. أبي زلمة ظالم ما بيعرفه لله. لا يا خيرية، لا تحكي هيك على أبوك، عيب. يا مو لسه عم تدافع عنه بعد كل شيء عمله فينا وفيكي؟ شحو راح اتجوز وحدة قد بناته. يا مو خيرية، شو في دحام؟ عرفت لكم البنت الصغيرة اللي بده يتجوزها أبي. ومين هاي البنت؟ وسيلة. يو ومين هاي وسيلة؟ وسيلة يا مو هاي اللي ساكنة ببيت لحالها، نص شباب الحارة الزعران حايمين حواليها. معقول أبوك يتجوز هيك وحدة؟ ايه يا مو ايه. اخ بس اخ، هذا أب هاد؟ لك ابنه شاب عزابي وعلى وش جواز، بيحرمه من الجازة كرمال هو يروح يتجوز وحدة مو معروفة قرأت أبوها منين؟ أوه حسبي الله ونعم الوكيل. بس ليش كل هالظلم هاد؟ ليش؟ معلش يا مو الله يرضى عليك، اهدى وروق، أبوك غلط وإلا ما يرجع لعقله. لك يا مو هي طمعانة بمصاري أبي، تخيلي ما رضيت تتجوزه لحتى اشترى له بيت. شو؟ عم تقول اشترى له بيت؟ ايه يا مو ايه، شنو هاي الوسخة أهم من ولاده. حسبي الله ونعم الوكيل. ولك ولي على أمي. لك شو هاد؟ لك خلص ابن عمي ولا ما عاد فيني. ولك يقبرني هالجمال وهالدلع كله. لك ولي، لك وسيلة، انت كتير كتير حلوة، لك قربيت على قلك. الله يهنيك يا ابو دحام، والله لخليك تماعي وما تلاقي. يا هيك الخواريف يا بلا. أبو دحام أنا حبلي. شو عم تقولي لك وسيلة؟ شو بك يا أبو دحام؟ عم قلك أنا حبلي؟ وسيلة قلك أنا ما بدي أولاد. وجعتني. أنا عندي أولاد. إش كان أنت عندك أولاد؟ يعني أنا ما يصير عندي أولاد؟ مو حرام عليك ما أصير أم أنا؟ ليش يا أبو دحام؟ ليش؟ خلص وسيلة، طولي بالك، ما كان بقصدي. اي لا بقصدك ابن عمي، انت لو بتحبني ما كنت هيك عملت. انا ما بحبك، وبحبك وبحبك وبحبك. اش كان بتحبني؟ لازم تكتب لي اي شيء انا وهالولد اللي ببطني مشان اضمن حقي.
حقك محفوظ. إلا كان اكتب لي أي شيء باسمي تحسبا من ساعة الغفلة. آه شفت شلون إنك ما بتحبني؟ لك بحبك بس. بس شو؟ خلاص اللي بدك يا بيصير. راح أكتب لك اللي بدك يا. لك تقبر قلبي، الله ما يحرمني منك يا أبو دحام. عفارم عليكي، مرقت عليه وصدق إنك حبله. لك مو بس صدق إني حبله كمان، ورح يكتب لي كمان البواكية باسمي. ولك يخرب بيتي، شلون قنعتي؟ لكن لشو هذا هون شغال؟ يا ويلي منك، يوم زلت قدامه وقلت له مبارك ما رح يجيك. يخرب بيته. ايه والله، بس لا تخافي، نفذت حالي منه بهبلنتي. تقبر قلبي. هلا شو بدنا نساوي بعد ما اخذنا البواكية منه؟ لك لا تخافي، في كثير شغلات بدنا نساويها وفي كثير شغلات بدنا نعملها. لك والله قلبي ناقص. لك لا تخافي، اصلا ابو دحام هو اللي بعتني لعندك عشان اشوف اذا ناقصك شيء غراض. مريني مرت معلمي. بعت لك حمل، شو صار له؟ روح 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 جيب لي اي شيء، عم بتوحم انا. يخرب بيتك، كذبتي الكذبه وصدقتيها. لك عن شو تقبرني؟ يلا فوتي هلا، رح جيب لك الغراض وجاي لعندك. يلا حبيبي ناطرتك. يلا. والله مثل ما سمعتي. دحام لا تغلط، انا مرت ابوك. لا تواخذينا مرت ابي. قلي على شو جاي لعندي انت؟ شو بدك مني؟ انا شو بدي منك؟ انت شو بدك من ابي؟ وحده شو بدها من جوزها غير يستر عليها ويدير باله عليها ويحن عليها كمان؟ انت وحده كذابه وبدك تسرقينا. انا بدي اسرقكم؟ شو هالحكي هاد؟ مو عيب عليك تحكي هيك مع خالتك مرت ابوك؟ شو علي يا مرت ابي؟ بيصير خير. ايه روح انقلع من بيتي يلا. هلا دحام جن عندك لهون على البيت وهددك؟ ايه والله يا ابن عمي، وانا كتير كتير خايفه، قلت لك ما صدقتني هذيك المره. انا بورجي، انا بورجي. وين رايح؟ رايح ربي. ايه ابن عمي، ما في غيرها عم تعلمه علي، شنو بتكرهني لاني اخذتك من حضنه؟ مشان هيك بدي كسر راسها وراسه. ايه ابن عمي، بيستاهلوا تكسير الراس. انا بورجيهم. لك يقبرني صوت الحياة يا شو بحبه. يا عمري انت. العمل وين رايح؟ اصحى، من كل عقلك رايح تعلق مع ابنك وحرمتك. كبر عقلك وبلا. خلاص الرجال عنده وسيلة وسهر معها وخليها تنغنشك شوي. ولك يقبرني الله، ما أحلى هالضحكة. ولي على قلبي أنا ولي. لك خلص يا وضح شبك. إمتى بدنا نهرب بقى لك وسيلة؟ هاي سرقنا كل شي مصاري بالبوايكية وعند أبو دحام، والبوايكية والبيت باسمك. لا خلينا نبيعن ونهرب. طول بالك حبيبي وضح. حبيبي لك وسيلة، ما لي قدران اتحمله لهذا البطيخ ابو دحام انا. ها اي والله، وانا كمان قرفانته، بس لازم شلحه كل شي معه يا وضاح، وبعدين لكل حادث حديث. فعلا لكل حادث حديث. يا ولد الحرام، ايضا دحام. ابو دحام، هذا مو ابن عمي، هذا حبيبي وبدنا نتزوج. وبس هيك، بعد ما نخلصك ونشلحك مصرياتك ونهج. انت بدك تخلصني مصرياتي يا اجداب؟ واحد مدك الاجداب؟ شو عم تقولوا؟ لا، ولك انا اللي كنت اعطف عليك ولك اجداب. اسمعوا، لا انا من بيت الزراعة. لا ما بينقلع، انت اللي بتروح تنقلع لبرا. هذا البيت بيتي انا، والبواكية الي انا. يا ويلك إذا بتعتب رجلك لهون. أوه
وسيلة. روحي، انتي طالق، طالق، وكل ما حليتي علي تحرمي، مو أنا، مو أنا اللي بنضحك علي، لك أنا أبو دحام. أنا اللي بعت الغالي بالرخيص، وانت وانت يا عشتاب دبارك عندي. سامحيني، أنا ظلمتك وظلمت ولادي وظلمت حالي، ونحن ما بدنا غير تضل معنا وجنبنا، ونحن ما رح نتركك أبدا. أصيلة يا فريال، أصيلة، الله يخليك فوق راسنا وتضلك منور بيتنا. أنا واحد ظالم، ظالم. معلش ابن عمي، أنت غلطت معي، بس أنا مسامحتك، إن الله غفور رحيم. بتضل أنت سيد راسي وتاج بيتي، والله لا يحرمني منك إلهي. وعد، وعد مني لتصيري أنت ست الكل، انتي تاج راسي وتاج البيت كله، وحلك شغلي اللي مش لحتوبه بيبرد، وانتي كنت الستر تبعي. وان شاء الله انت يا رب تضلك منور بيتي، انت تاج راسي وانت حبيب قلبي، انت اول واحد فتحت عيني عليه بالدنيا كلها، وراح اغمض عيني عليك يا ابن عمي. ولك انت ليش مبردي قلبك كل هالقد؟ خلينا نبيع البيت والبوايكية ونطلع من الحارة، ابو دحام رح يكبر القصة. ها لك شو بك ارنبت يا وضاح، ما نحن معنا حجة البوايكية والبيت، ما بيطلع بايده يعمل شي. ما بعرف، ما بعرف، ومالي مطمن اصلا. انا عم فكر اشتغل هون وضل هون كمان. شو بدك تشتغلي بالبوايكية يعني؟ رزقي هاد، ليش لحتى ما ضل هون واشتغل؟ ما بعرف، ما بعرف. فوتي فوتي لجوا، فوتي. هيك لكان يا وسيلة، انت وضاح الندل بتشلحوا ابي البيت والبوايكية ومصاري، ايه؟ شو علي؟ وهلا ورجيني حالك يا واطي، اعمل لي فيها اجدب ما هيك؟ روح دحام انقلع من هون. خلصي انت. انا مو وسخ دايب واحد مثلك، بتعرف ليش؟ لانك حريمة وندل. لا، لأنك فريخ ومالك رجال. هيك لكان. هيك خط هي دحام، اوعك لا توسخ ايديك فيه. وهلا ورجيني حالك. شو يعني اذا اخذتها رح تكسر لي ايدي؟ حبيبي حصتي انا اخذها، ان شاء الله بتتهنى بهالملاك اللي قدامك. يا الله لا يوفقك، شو طلعت ابن حرام. خلصي لك خاطركم، ديروا بالكم عليها، ها نعومة. لأنه يا واطي، يا واطي، بتفوتي هلأ وبتجيبي لي حجج البيت والبواكية والمصاري اللي نصبتوهن، فهمتي؟ يلا يا بتصير، يلا يلا فوتوا، فوتي قدامي، فوتي. السلام عليكم. عليكم السلام. فارسك يا بي، هدول الذهبات، هدول
حجاج البيت والبوايكية، رجعت لك حقك من هدول الأندال. شفت ابن عمي قديش ابننا دحام رجال وقبضاي وبينرفع الراس فيه؟ ألف الحمد لله، الله يخلي لنا ياك يا دحام. خلي لنا ياك يا بي. عود يا ابني عود، أبوك في عنده كلام يسر قلبك وخاطرك. ما بدي منك شي يا بي، المهم تضل بصحتك وعافيتك. سامحوني يا بي، سامحوني.